لمزيد من الحديث عن هذا الموضوع بتنضم إلينا بالصوت والصورة الأستاذة نيفين كشميري، مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد. أهلا بك أستاذة نيفين إلى هذه النشرة. طبعا دخول النشاط الإسلامي في هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو معلوم توقيته، لماذا الآن اهتمام الدولة، وجود صندوق خاص بيمول هذه المشروعات، ولكن ما هي آلياته أو ما هي صيغه التي ستتماشى مع هذه المشروعات؟ أهلا بيكي. التمويل الإسلامي هو أداة من أدوات التمويل المصرفي اللي بيتناسب مع أو يتوافق مع الشريعة الإسلامية في كل ما هو حلال. الآليات بتاعته بتتنوع ما بين المرابحات، المشاركات، المضاربات، وهي تبان في تطبيقها صعبة، لكن هي في حقيقة الأمر عند التطبيق بتكون سهلة وفيها أمان، لأنه العميل لما بيخش منتج إسلامي أولا بيبقى فيه من الجدية، لأنه المشاركة عبارة عن أنه العميل بيخش برأس مال وبيتشارك مع البنك لمنتج يكون من المنتجات الحلال الطيب اللي هو لا يشوبه أي شائبة أخرى. ولما بيبقوا متشاركين في رأس المال وفي الأرباح وفي الخسائر، وطبعا اللي حاطط نسبة من رأس المال بيكون في منتهى الجدية ومنتهى الحرص على نجاحه وعلى استثماراته وعلى التوسع فيه. طيب لنوضح أكثر للمشاهد أستاذة نيفين، يعني لو تعطينا مثلا بأرقام أو بمثال حتى يتضح البيان، الفرق بين معاملة إسلامية ومعاملة في بنك تقليدي أو معاملة تقليدية. بصي حضرتك، الاثنين بيؤدوا نفس الخدمة اللي هي التمويل للعملاء سواء أفراد أو شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة. الفرق ما بينهم ان التمويل التقليدي بيكون قايم على التمويل رأس مال العامل، وبيكون له فوائد وبيكون له عمولة أعلى رصيد مدين وعمولات أخرى. أما التمويل المصرفي فهو بيقوم على المرابحات اللي هي بتعد العوائد مش الفوائد، بقى العوائد دي بتبقى من أول يوم بياخد فيه العميل التمويل الإسلامي وفقا للشريعة الإسلامية. وعشان أقول لحضرتك قد إيه المنتج ده ناجح وعليه إقبال، أقدر أقول لك إن التمويل الإسلامي في الجهاز المصرفي في عام 2016 وصل ل205 مليار، وده بيمثل 6% من التمويل الكلي في الجهاز المصرفي، وبنسبة زيادة 41% على العام السابق في 2015. المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحب ان هي توصل للتمويل الإسلامي، لانه اولا الفايدة بتاعته او العوائد بتاعته بتكون اقل، وفي نفس الوقت بتكون مضمونة وما فيش عمولات خالص. والربح والخسارة بيتقسم وفقا للحصص اللي هم بيدخلوا فيها العميل، وممكن يدخلوا مشاركين آخرين في المشاركة أو المضاربة، فبيبقى ممكن العميل ومعاه شركاء آخرين ومعاه البنك كلا وفقا لحصته، وساعة الربحية بتتقسم وفقا للحصص، وساعة الخسائر برضو كل بيتحمل، مش بيبقى واحد متحمل والتاني ملوش دعوة. ولذلك أستاذة نيفين بيقال أن المحافظ الإسلامية بتكون مخاطرها أقل من المحافظ التقليدية بكتير، لأنه بقول لحضرتك سواء الإيجارة، المضاربة، المرابحات، المشاركات كلها مكسب وخسارة مشتركة على الطرفين، وكل الأطراف بتبقى مسؤولة على الطرفين بتبقى مسؤولة. دي حاجة. الحاجة الثانية انه البنك المركزي عمل الاسبوع اللي فات في 27 ابريل عمل مبادرة الشمول المالي. الشمول المالي ده بيشمل ايضا المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل الاسلامي، لانه الشمول المالي ده هو بيخاطب اصلا الممول الصغير او المستثمر الصغير، لان الشركات الكبرى عرفت طريقها من زمان وهي موجوده جوه البنوك وجوه الجهاز المصرفي. اما المشروعات الصغرى فالبنوك كلها قامت ومن ضمنها مصرفنا طبعا، قمنا بعربيات متنقله آلية وقدرنا ان احنا نوصل برضو المعلومه
ليه كل من هم ما كانوش داخل الجهاز المصرفي في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومن ضمنها التمويل الإسلامي، دخلنا على المناطق الزراعية، دخلنا على تجمعات مراكز الشباب والأندية في جميع محافظات مصر، دخلنا على التجمعات الصناعية البسيطة والصغيرة، دخلنا على الجامعات. وطبعا دورنا احنا كبنوك النهاردة في كل التمويلات دي هي عمليات التوعية عشان نقلل بقدر الإمكان من الماركت الموازي، يعني السوق الموازية، وندخل بقدر الإمكان نعم. عدد كبير جدا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة طيب في الجهاز المصرفي. أستاذة نبيل، من صاحب المبادرة؟ يعني هل البنوك الإسلامية أو حتى بنوك تقليدية فيها محافظ إسلامية هي التي بدأت بالذهاب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أم أن صندوق المشروعات هو الذي بادر بدعوة هذه المحافظ أو هذه البنوك؟ المبادرة طلعت من البنك المركزي المصري لجميع البنوك، والبنوك اشتغلت على التمويلات المتوسطة والصغيرة التقليدية والإسلامية، لأن في بنوك في مصر واخدة التصريح أو الرخصة من تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي البنك اللي عنده الاتنين بينزل يخاطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل فيما يحب، لأن في ناس كتيرة نتيجة للنزعة الدينية بتستحل التمويل الإسلامي وبتجده أنه هو طيبا حلالا وبالتالي بتجنح إليه. في نعم. آخرين بيحبوا التمويل التقليدي بيجنحوا إليه. فالحمد لله إحنا مصرفنا برضو من المصارف اللي عندها الرخصتين وتوجهنا للتمويلين. أما المبادرة اللي قام بيها الجمعية الأسبوع اللي فات فدي كانت المبادرة الإسلامية، كانت بتخص على الأكثر نعم. المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنا الإسلامية بشكرك بجميع شكرا أدواتها. جزيلا أستاذة نيفين كشميري، مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد، كنت معنا بالصوت والصورة. شكرا ليك يا فندم.